الرئيسية النهاردة فيها الكتاب. شغل كتير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 استضافت ندوة بعنوان قضايا الحداثة ضمن محور اللقاء الفكري واللي اتكلمت وناقشت موضوع قضايا الحداثة. المناقشة تحدثت فيها دكتورة أو تحدث فيها منا طبعا الأستاذ الدكتور أحمد زايد عالم الاجتماع السياسي الشهير مدير مكتبة الإسكندرية وحواره الدكتور أنور مغيث. تعالوا نتابع تقرير سريع عن قضايا الحداثة وندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذه الندوة كانت حوار فكري حول موضوع الحداثة. مهم جدا ان احنا نعرف الحداثة، يعني ايه الحداثة. احنا تطرق الحوار الى تعريف الحداثة وان العالم اللي بنعيش فيه هو عالم حديث. العولمة اللي احنا بنعيش فيها هي خلقت اشكال حداثية في كل في الاستهلاك وفي الانتاج وفي كلها متشابهة وقريبة الشبه بعضها من بعض الاخر في كل العالم وفي العمران، ولكن في أساليب الحياة اليومية للناس ربما تختلف هنا وهناك، ولكن احنا بنعيش في منظومة حداثية واحدة هي هذا المشروع العالمي اللي بيتشكل من خلال العولمة. واحنا هذا الكلام عن الحداثة بالمعنى ده بنتكلم بقى عن المشكلات الخاصة بالعولمة، بنتكلم على يعني تأثيراتها على المجتمعات المحلية، التناقضات التي تخلقها داخل المجتمعات المحلية، العلاقة مثلا بموضوع زي موضوع العقل، يعني هل الحداثة بتجعل الناس تفكر بشكل عقلاني؟ بالتأكيد، ولكن هي في مجتمعاتنا هل نحن استطعنا ان احنا نصل الى درجة مثالية بحيث ان احنا بنفكر بشكل عقلاني، ام ان التقاليد ما تزال بتسيطر وهي التي تحكم السلوك؟ وهكذا في كثير من الموضوعات المتصلة بقضية الحداثة. وانتهينا في الآخر خالص إلى أنه المنظومة الحداثية اللي موجودة في العالم ليست منظومة مثالية، وإنما هي منظومة فيها سيولة وفيها تدفق وفيها فوائد كثيرة وعظيمة، إنجازات ضخمة جدا في المجال العلمي وفي المجال الفني وفي المجال الفكري. وموضوع بيشغل الأمة العربية وكل أمة أخرى هو موضوع الحداثة. أولا اللفظ يعني منتشر لكن مضمونه مش معروف بالظبط هو بيشير إلى إيه. فأحيانا نشير إلى الحداثة ونحن نتحدث عن السياسة، وأحيانا نشير إلى ونحن نتحدث في الاقتصاد، وأحيانا نشير إلى ونحن نتحدث في التكنولوجيا، وبالتالي اللفظ غير معدد الملامح. فأكيد كانت محاولة بحيث نحط إيدينا بالظبط على هذا اللفظ، ما الذي يسميه بالتحديد، إيه الظاهرة اللي بيسميها. الحاجة الثانية نبدأ نطرح الحداثة فيما يتعلق بثقافتنا العربية، على أساس أنه يعني الحداثة مفروض أنها قيمة تاريخية بنعبر عن تقديرنا للمجتمعات اللي بنقول عليها حديثة، المجتمعات اللي بنشوف فيها ظواهر ما زالت بقية من عصور قديمة بنعتبرها مجتمعات متخلفة، وإحنا نفسنا كل مظاهر التخلف تختفي عشان يبقى مظاهر التقدم هي اللي عندنا. فإذن هي أمنية عزيزة، لكن هي المشكلة أنه مش الأشياء لا تتحقق لا بالأمنية ولا بالإرادة، ولكن لازم شروط تاريخية تتوفر عشان تقدر تصنع الشيء. فكان جهدنا التاني بقى في أن احنا نشوف ما هي الشروط التاريخية اللازمة لكي تتحقق عندنا الحداثة ولا تبقى مجرد أمنية نسعى إليها دون أن يكون فعلنا مؤثر وفعال. وده كان موضوع الندوة. وحبينا طبعا نشوف ما يسمى بنقد الحداثة، إيه هي الأخطاء أو العيوب التي نجمت عن تبني العالم كله الموضوع الحداثة، ثم ما بعد الحداثة، هل هي مرحلة جديدة أم مجرد نقد لموضوع الحداثة؟ دي كانت ندوة من ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب. تغطيتنا طبعا مستمرة مع حضراتكم على مدار أيام المعرض، خلاص فاضل يومين ثلاثة والمعرض يعني يقفل أبوابه، فرصة إن احنا نروح ونشوف الندوات والفعاليات ونشتري كتب يعني متنوعة جدا موجودة هناك.